عن البروشز. البروش من كتر ما هي مهمة جوه فوتوشوب لها باليت تانية لوحدها. لو جيت هنا عملت كليك على دي هتديك البروش بتاعتك، هتشوفهم كلهم. ادي البروش، تمام، كل البروشز اللي موجودين فوق. ولو عايز تاكسس القايمه دي من مكان تاني او الباليت دي من مكان تاني، بمجرد ما تكليك على اي براش من بتوعك، اختار البراش او البنسل، بيظهر لك ايكون هنا صغيره تكليك عليها تفتح لك البراش باليت تاني. اوكي، البراش باليت اهميتها فان انت ممكن من خلال البراش باليت تغير الاتجاه بتاع يعني مثلا انا هختار واحدة زي جراس زي دي، ممكن من خلال البراش باليت ان انت تغير الاتجاه بتاع الفرشة بتمشي من فين لفين، وبتغير السبيسنج بتاعهم هتبقى واحدة كل قد ايه، تمام، وبتسيبك برضو ترجع الحجم الاساسي بتاعها، وممكن ترجع السبيسنج زي ما انت عايز، تكليك عليها بتصغر تاني. اهمية البراش باليت ان هي بعد كده انت ممكن تعمل براشز ليك. ايوه، هتعمل براشز ليك، تقدر تعمل براش وتسيفها وتظهر لك في وسط البراشز. حاجة تانية عايز اكلمك عليها مع البراشز، ان في حاجة هنا فوق اسمها اير براش. الاير براش تول بتساعدك وانت بتشتغل مع البروش، في النهايه مع نسبه الفلو بتغير قوي الايفكت بتاع الفرشه بتاعتك. يعني انا دلوقتي همشي كده بالفرشه وهكليك على المود بتاع الاير بروش وهكليك تاني، مش واضحه قوي، لكن لو غيرت الهاردنس بتاعها هتبان جدا. تمام، ادي نسبه الهاردنس بتاعها، هشيل الاير بروش. اوكي، لو هتلاحظ برضو البدايات والنهايات واضحة جدا. لو انا عملت كنترول و ايه وعملت ديليت وعملت بوينت واحدة، تمام، وغيرت الهاردنس لمية في المية ورجعت تاني عملت بوينت واحدة، الشكل بقى مختلف رغم ان درجة اللون واحدة. طيب هكليك على الاير براش وهعمل واحدة تحت اللي هي 100% الهاردنس، ادي واحدة، وهرجعها تاني كانت 50 تقريبا. اوكي، وهشيل الاير برش وهعمل واحده تاني. اوكي، لو انت مش قادر تحدد الفرق، انا ممكن اخد الزوم تول واوريك الفرق ما بينهم. كده مش واضحين قوي، بس وانت بترسم هتلاقي اختلاف، بالذات وانت شغال مع البليندنج مود، لان البلانينج مود هيأثر على الدرجات الفرق دي تأثير مختلف غير على الدرجات السوليد اللي جوه. هرجع للاكشوال سايز او هعمل اكشوال بيكسل وهعمل ديليت، هديليت كل حاجه، وهقول لك على التول الثانيه اللي موجوده مع البراش تول اللي هي البنسل تول. البنسل تول بتشتغل زي البراش تول بالظبط، بس ما فيهاش انتي الياس. الانتي الياس عشان نعرفه بالظبط، انا هرجع للبراش تول تاني وهعمل كده. اوكي، او هعمل كده بالظبط، وهاخد برضو الزوم تول تاني وهكبر الجزء ده عشان تشوف اللي بيحصل في دي وفي دي. هو حط درجات صغيرة من اللون حوالين اللون الرئيسي، فادى افكت سموث شويه، يعني ادى ايقاع ناعم شويه، لكن هنا اشتغل بلون واحد مصمت، وبمجرد ما الزاويه ما اتغيرت قطع البيكسل ببيكسل تاني، وهنا الزاويه وهي بتتغير قطع البيكسل ببيكسل تاني، لكن هنا هو بيقطع البيكسل ببيكسل تاني. يعني انا هكبر برده تاني عشان نفهم ايه اللي بيحصل. هنا قطع البيكسل ببيكسل تاني، بس غير درجه اللون بتاعته وغير اتجاه اللون، غير الاوباسيتي بتاعته، تمام، لكن هنا ما عملهاش. برضو هرجع للاكشن بيكسل وهديليت،
واقدر اقول لك عن البنسل تول ان هي فيها نفس الافكتس اللي موجوده مع البراش تول. كل كنا بنعمله بالبراش تول نقدر نعمله بالبنسل، سواء الهاردنس، الدايمتر بتاع البيكس، حجم الفرشه نفسها، الشيبس اللي موجوده كلهم بيشتغلوا معانا. في كمان بليندنج مود، تمام، في الاوباسيتي برضو، بس مفيش الفلو ومفيش الاير براش، وبرضو موجود لهم الباليتس بتاعت التول بتشتغل معاهم. اوكي، دلوقتي دورك ان انت تجرب البراش تول مع الاير براش، وتجرب البنسل، وتكبر درجة الزومينج عشان تشوف الفرق ما بين الانتي اليس، الحاجات اللي معمولها انتي اليس، والحاجات اللي ما فيهاش انتي اليس. الانتي اليس احنا هنتكلم عليه بشكل برضو مستفيض بعد كده، بس لما يجي دوره. اشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.